بنسمع دايماً على المحفظة الاستثمارية وأهمية الاستثمار، وبنسمع على مؤشرات سوق المال، مؤشر السوق المصري، مؤشرات الأسواق الأوروبية. أنا دكتور أحمد العطيفي هتكلم عن المحفظة والمؤشرات ببساطة. يعني إيه محفظة استثمارية؟ عشان نقول محفظة استثمارية يبقى لازم تكون هذه المحفظة هي عبارة عن مجموعة من الأصول المتنوعة، بمعنى ان انت لو اشتريت اصل واحد يبقى انت كده ما عملتش محفظة. بمعنى تاني ادق، ان انت لازم تكون عندك اصول متنوعة. يعني لو هي محفظة استثمارية في الاسهم يبقى انت متنوع استثماراتك في قطاعات مختلفة من الاسهم. يعني مشتري سهم في قطاع البتروكيماويات، مشتري سهم معاه في قطاع الاسكان، مشتري سهم تاني في قطاع البنوك. يبقى فكرة المحفظة هي مبنية على التنوع. ممكن يكون في محفظة اسمها محفظة متخصصة، بمعنى ان احنا بنوجه المحفظه ديت لشراء اسهم محدده او اصول محدده في قطاع معين. يعني ممكن تكون محفظه استثماريه في قطاع الاسكان، فانا مشتري اسهم موجوده في قطاع الاسكان. ممكن تكون محفظه متخصصه في قطاع البتروكيماويات، فبالتالي انا بشتري اسهم في قطاع البتروكيماويات. اهم حاجه في اداره المحفظه مبنيه على التنوع واداره المخاطر. بمعنى تاني ان انا مش ممكن تكون كل اصول المحفظه مرتبطه او كلها بتتحرك في اتجاه واحد مع بعض. لو انا حققت مكاسب في اتجاه واحد اكيد ممكن احقق خساره لو حصل برضو ريفرسال في اتجاه، او حصل تغيرت المحفظه من اب ترند الى داون ترند. الاهم بالنسبه لنا هو ايه المنفعه لينا ان احنا بنتجه لانشاء محفظه استثماريه. دايما كل اقتصاد بيكون اقتصاد متنوع. انت حضرتك بنفسك لازم تكون عندك تنوع في مصادر الدخل بالنسبة لك. يعني انت ممكن بتستثمر مثلا او بتشتري اذون خزانة، او انت بتستثمر في قطاع العقارات، لكن استثمارك في المحفظة الاستثمارية انت تخيل ان انت شخص عبارة عن محفظة استثمارية ليك اصول في العقارات، وليك اصول في البتروكيماويات، وليك اصول في مثلا في البنوك، وممكن تكون المحفظة دي فيها اصول تانية فيزيكال اسيتس، يعني ممكن تكون مشتري ذهب مثلا. أنا عشان لما أنشئ محفظة استثمارية لازم أجاوب على نفسي على سؤال مهم جدا، أنا محتاج دخل من المحفظة ديت على أنهي وقت؟ على مدى قصير ولا على مدى متوسط أو على المدى الطويل؟ والسؤال اللي لازم أطرحه على نفسي، هل أنا بحب الخطر أو أنا كاره الخطر؟ كل ما كانت الشخصية أو أنت بتميل إلى المخاطر أكتر، فأنت تقريبا بتتجه أكتر إن أنت بتستثمر في الإيكوتي أو في الأسهم عموما. لكن أنت لو كنت محايد للخطر فغالبا انت بتعمل تنوع في المحفظة، جزء في الاسهم وجزء تاني في اذون خزانة او سندات او بعض الاسهم اللي ميكونش فيها حركة فولاتيليتي عالية جدا. طيب ايه بقى مؤشرات سوق المال؟ بنسمع عن كلمة مؤشرات سوق المال، مؤشر البورصة المصرية ايجكس 30، مؤشر البورصة الامريكية داو جونز، المؤشرات العالمية. دايما اسواق المال كلها ليها مؤشرات تعكس حركة اسواق المال. عايز اقول لك ان المؤشر ده مرآة لحركة سوق المال. هنا في مصر عندنا المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري هو مؤشر ايجكس 30. طبعا المؤشر الرئيسي في مصر ايجكس 30، لكن عندنا مؤشرات تانية موجودة، ايجكس 20، ايجكس 100. عندنا تشكيلة من المؤشرات، وكل مؤشر ليه منهجية وطريقة حساب مختلفة. طب اهمية المؤشر دوت بالنسبة لنا ايه وعلاقته بالمحفظة؟ دايما لو انت او مدير محفظة بتدير محفظتك الاستثمارية، دايما بتقارن البيرفورمانس بتاعك او ادائك باداء مؤشر سوق المال. بمعنى لو محفظتي اللي انا كونتها السنة دي بتشكيلة مختلفة من الاصول عملت ريتيرن 10%، عايز اشوف المؤشر عمل ريتيرن كام في المية. لو لقيت البيرفورمانس بتاع الريتيرن 10% وانا محفظتي برضو بتساوي 10%، اذا انا عملت اداء نفس اداء المؤشر. طب افرض انا المحفظة بتاعتي عملت عائد 5% والمؤشر بتاع السوق عمل 10%، اذا ممكن كده يبقى عندك مشكلة في اختيارك للاصول وادارتك للاصول وتنوعك للاصول. دايما المؤشرات هي بتعكس حالة التفاؤل للمستقبل. هنا في مصر واحنا النهاردة بنتكلم مع بعض، المؤشر ايجكس 30 بيحقق ارقام وصعود متوالي من سنة 22 حتى سنة 23. مكاسب كان المؤشر في وقت من الأوقات كان 18,000 نقطة، والنهاردة تجاوز 22,000 و 23,000 نقطة. خد بالك بتكلم على المؤشر، المؤشر هو قيمة عددية بنقول إنها نيوميركال فاليو. يعني المؤشر مش فلوس، لما أقول مؤشر مصر عند 25 أو 23,000 نقطة يبقى هي ديت قيمة عددية.
صعود المؤشر في سنة 22 حتى 23 بيعكس معايير كتيرة جدا. أولا ممكن يكون المستثمرين متفائلين للوضع الاقتصادي في المستقبل، وممكن يكون المستثمرين داخلين في سوق المال من التحوط لأي تضخم حاليا أو أي تضخم متوقع. ممكن يكون المستثمرين موجودين انهم بيتحوطوا من تغيرات اسعار الصرف الحاليه او اي تغيرات في اسعار الصرف مستقبليا، لكن النتيجه النهائيه ان هم شايفين ان الشركات الموجوده في سوق المال هتقدم لهم كابيتال جين وتقدم لهم توزيعات نقديه قويه. كده انا اكون اتكلمت معاكم على المحفظه الاستثماريه ومؤشرات سوق المال ببساطه.